منصور حافظ من لعيب الفراوده كويسين جدا أوي. الهايلين صحيح أوي. من سوء حظه ان هو انصاب اصابه الصليبي دي، كان في الوقت صعبة. دوت اللي انصاب الاصابه دي على طول بيبطل، كانش فيه الطب ما كانش اتقدم زي دلوقتي. مجموعه المهاجمين اللي كانوا في في الجيل ده مجموعه رهيبه جدا، وكويس جدا جدا ان انت تطلع وتحط اسمك في وسط النجوم الكبار دي، سواء في نادي الزمالك وكمان في النادي الاهلي وفي الاسماعيلي وفي المقاولين وفي الاتحاد وفي المصري وفي الانديه الشعبيه الكبيره دي، كلها كانت مهاجمين كبار جدا، فكون ان انت تطلع في وسط الجيل ده او المجموعه دي ده انجاز كبير جدا. بس برضو في الفتره اللي احنا كنا فيها برضو كان الطب الرياضي ما كانش متقدم كده دلوقتي. دلوقتي الوتر اكيلس او الصليبي او لاعب بياخد مده معينه وبيرجع تاني اكن ما فيش اي حاجه. زمان اي حد يجاله ويجي له اصابه زي دي ما كانش فيه حتى تاهيل، اللي يجي له اصابه خلاص اصابه. يعني انا كسر دراعي ما عملش تاهيل، كان الرباط الصليبي بيقعد 3 سنين بنزل الملعب على طول، تنزل الملعب على طول. فما كانش فيه طب رياضي، ما كانش فيه دلوقتي حاجه ثانيه خالص. هو مين كان اقرب واحد ليك يا كابتن عادل في الفرقه؟ لا كتير، ان احنا انا ما كنت النادي كان بيأجر لنا شقه للعيبه المغتربين، فكنت انا كابتن طه الله يرحمه وحلمي طولان ومحمود سعد، كنا في شقه واحده بتاعت كابتن صلاح زكريا كان بأجرها لنا، كنا قاعدين فيها. لا كان بيخاف علينا جدا، كنا في وقت مننا نطلع من التمرين نطلع نقعد مع بعض نتغدى ونتعشى وبتاع وناخد بعدين نروح ننام. ما في عندي يوم المباراه ليله المباراه ما كانش فيه اصلا معسكرات، كنت بتروح تنام وتيجي على الغدا. فكنا بالليل انا وكابتن انا ومحمود سعد وعلي خليل رايحين السيده زينب والسيده نفيسه نصلي العشاء والمغرب هناك ونرجع بالليل نتعشى وننام ونرجع على التمرين. ما كانش فيه تيجوا على الغدا ما فيش حاجه اسمها بقى معسكرات ولا زي دلوقتي قبلها بيومين او قبلها بثلاث ايام، ما فيش الكلام ده خالص. بتروح في نفس اليوم، حتى السفر لما بتروح المنصوره بتروح في نفس اليوم، الاسماعيليه بتروح في نفس اليوم. الوحيد اللي كنا بتبات فيه ان هو المصري بورسعيد واسكندريه فقط لا غير، اللي كنا بنبات فيهم. اما بقيه المشاهد كلها فكان في نفس اليوم، تسافر وتلعب المباراه وترجع في نفس اليوم. كابتن ناصر نفس الكلام، انا حضرت معاهم بس بعد كده. مين بقى كان اقرب واحد ليك بقى؟ انا كان يعني برضو من الحاجه الحلوه انا كان قريب ليا بعض ناس كتير، يعني كتير، كابتن احمد حليم، كاب صلاح، حاج ملعب حميد لما جينا الزمالك، حماد عبد اللطيف، انت واخد بالك يعني. يعني انا كان ليا مجموعه كده، عادل عبد الواحد طبعا يعني كنت بحبهم وكانوا حبايبي يعني. فعايز اقول اكمل على عادل كلمه البيات، بعد كده بقى العمليه اتحسنت شويه، بقينا بنبات يوم نسافر مثلا نبات يوم او نبات في اوتيل سواء المنصوره او الشرقيه او المنصوره او حتى او حتى في مصر هنا برضو كنا نبات قبلها بيوم، واخد بالك؟ وتحسنت لا لا وفي دوري وفي دوري وفي دوري بعد كده بعد كده، واخد بالك؟ بقينا نبات قبلها بيوم في الاوتيل ونروح برضو بس نروح ونرجع في نفس اليوم، والماتشات كانت كلها في العصر. يمكن برضو بعض ماتشات افريقيا اللي هي الاخيره دي كنا بنلعبها ليلا، ومره اهلي وزمالك ليلا، بس كانت المباريات حلوه والجماهير حلوه، وزي ما بيقول لك الكابتن عادل كان كله بيحب بعض، واجيال اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، اللي بيلعب او بيلعب عايز يكسب، واللي ما بيلعبش بيبقى بيتمنى ان هو يلعب في اي وقت ويشوف يعني يأدي، واخد بالك؟ كانت حاجه كويسه والمدربين كانوا كويسين وكانت الامور كويسه. الروح كانت حلوه في كل النظام قوي قوي يعني، كل المنظومه. صبري كان كل همنا، انا اقول لك بصراحه انا عن نفسي وبعض زمايلي كلهم، كل همنا الجمهور. ما بنفكرش الا في الجمهور، جمهور الزمالك ده يبقى سعيد، واخد بالك؟ يعني انت مش بتفكر ان انت تبقى هداف ومش عارف وتلعب، لا كل همك ان الجمهور ده يبقى ايه؟ مبسوط كسبان. واول لما جمهورك كسبان بيبقى الدنيا بتبقى حلوه، انت بتبقى مبسوط قوي قوي. ليه؟ كان برضو بيبقى علينا، انا بقول لك بصراحه كان بيبقى علينا ضغوط كتير قوي اعلاميا، واخد بالك؟ حتى لو زي ما بقول لك عادل كان السوشيال ميديا زمان، دلوقتي الاعلام كان زمان، يعني مثلا ممكن يشوفوا النهارده فرقه الزمالك دي كسبانه بتلعب ماتش على اعلى مستوى اعلى مستوى، وصبري كويس ونصري وكله، وتاني يوم اعلامي للاسف او حد او بتاع يروح كاتب كلمه الزمالك دون المستوى، تلاقي راحت الناس
مردده الكلام بس شوف بقى تختلف بقى ما بيديكش حقك. ايوه بالظبط ما بيديكش حقك لا خالص. الاعلام من الاعلام كان مسيطره كامله مع فريق النادي الاهلي، انما زمان كان اعلام ما فيش عندنا اعلام. احنا كنا يعني بنحارب عشان ندخل المنتخب عشان يبقى مش هيبقى اهلي بس، احنا كنا بنحارب عشان نخش المنتخب بالزبط. وبنخش بنلعب على على الموجودين الحمد لله. بتحارب انت لما تبقى كويس وهداف وشغال، وبعدين فجاه تلاقي الاطراف الاخرى مثلا بتدخل لعيبه منتخب مصر وانت ما بتلعبش او ما بتخشش منتخب مصر، كنت بتحزن. ما كانش في حد بيساعدك من الاعلام زي ما بقول لك.